مجد والخلود لشهدائنا الأبرار. السلام عليكم، أندي ديلور اليوم ويسجل في الدقيقة 83 هدف الثاني، هدف الفوز بعد ما كانوا متعادلين، بعد ما كانوا منهزمين. شفنا في الشوط الأول كيفاش كانوا متهزمين. أندي ديلور يخادع الجميع ويسجل هدف جميل. أندي ديلور دائما وين يبقى الرقم الواحد في مونبيلي، ونتمناو مازال ما شناش حنا في المنتخب الوطني الجزائري، مازال لحد اليوم ما شناش في المنتخب الوطني الجزائري. على ذلك نقولوا بلي أندي ديلور اليوم سجل هدف ولا أروع، سجل هدف. كانت التحركات تاعو كانت قاتله في الدفاع تاع أميان، اللي شفنا كيفاش التحركات تاعو وين خلق مشاكل للدفاع تاع أميان. شفنا كيفاش الهدف بقوه، الهدف اللي سجلوه هدف بقوه. يعني أندي ديلور يبقى اللاعب المحارب في الميدان، ومازلنا ما استغليناش لحد اليوم، مازلنا ما استغليناش أندي ديلور، مازال ما لعبش أندي ديلور في المكانة تاعو الأساسية. إن شاء الله بربي نشوفوا أندي ديلور في المكانة تاعو الأساسية، لأنه لعاب كبير، لعاب اللي مازلنا ما استفاديناش منه، اللي كيما ناسيونال مازال ما استفادش منه. إن شاء الله بربي تكون عنده فرصة ويبرهن بها، خاطش علاه مازال الناس ما عطاوهش الفرصة تاعو، مازال الناس ما عطاوهش الفرصة تاعو 100%. هذه هي ما لحقلو تا واحد، بصح مازال ما عطاوهش الفرصه تاعو. شفنا اليوم كيفاش التسجيلات، ويلعب في النيبو في فرنسا، فانيكا يلعب في فرنسا، يلعب في النيبو فانيكا، سبحان الله. ما راهش يلعب كونتر العماش سانسوات، يلعب كونت ناس يعرفوا كره قدم فانيك، يلعب كونت ناس يعرفوا كره قدم، وراه اللعب تاعو. شفنا كيفاش اللعب تاعو، اللعب يعني يلعب مباريات قويه. على ذيك أندي ديلور في الدقيقة 83 يسجل هدف الفوز لمونبيلي، صحيتو.